عندي دروينج دلوقتي من الساعه 2 للساعه 8 بالليل زي كل يوم خميس كده. ولا ايه؟ ده ايه تحول محروف؟ دلوقتي خدنا بريك بروح عندي ميتنج نص ساعة بالظبط مع التيم بتاع السايدر هبتدي أول ميتنج إن شاء الله. إن شاء الله يبقى كويس. خلصت الميتنج ناس كويسة الصراحة التيم زي الفل يا رب يستفيدوا واستفيد معاكم حاجة كويسة. لازم نصلي المحاضرة عشان متأخر على المحاضرة على طول. صحينا العصر وانا بروح المحاضرة مكتبك نلحقها يا رب ما تردنيش انا جاي متأخر. خدنا بريك دلوقتي ورايحين ناكل حاجة عند الست. رايح عند الست؟ رايح عند الست. يلا يلا الجو في سنة برد صغيرة. دي 64 معاك دي بقى احنا خلص شو هنعمل بكره في بكره اوبننج للانسايدر زي بتاع روبن بتاع امبارح كده بس فنشوف هنعمل ايه بقى ان شاء الله كده ربنا يسهل ما يتفق ما لسه نفعل سيفو ورشه عند حي العاشر السيناريو هنا عروض خبطت صلح خبطه بسيطه يعني مش كتيره بس هنخلص العربيه وهنروح. خلصنا دلوقتي ومروحين البيت انا ومسماري واحنا مش ماشيين زي بعض احنا جاتنا بالصدفه يعني مش اكتر. كنا بنتكلم انا ومسماري دلوقتي في حته انك تعرض مشكله تمام يعني تعرض مشكله دي حاجه كويسه تعرض مشكلتك وحاجه كويسه بس في نفس الوقت انت ما ينفعش تعرض مشكله من غير ما تعرض حلها. انا لو لاحظتوا انا في كل فيديو لما بقول حاجه مثلا لازم اعرض مشكله وحل. ولو تفتكروا برضو يوم فلوج رقم بالظبط كده الفلوج ده لما حصل في زباله ماشيه في الشارع عادي بالظبط وبعدين هصور ايه يا عم مش عايز فضايح بيقول لك بقى بيحرض على عمرو انا ما رضيتش اوصل او اعرض صوت الزباله ليه؟ حاول نرد الصوره حلوه لبلدنا يعني حتى لو في حاجه وحشه احنا مش هنظهرها صح؟ لو قلتها لكم انتوا مفيش حاجه فيكم تعملوها مفيش حل للمشكله دي الا بس سواء سمعه الشخص او المكان او ايا كان المسؤول عن الحاجه دي. فهتقول ايه بقى؟ استنى كنا بنتكلم على ان انت لو عندك مشكله وملهاش حل فما هياش مشكله اصلا ما يستاهلش اصلا تبص عليها بالظبط. هيك بتتكلم على علم الدراسه الاقتصاد بتاعك يا مصر طه عبد المعطي مثلا المناطق هنا في مصر النيل بيعدي جنب قريه مثلا بس القريه ما بتاخدش ميه نظيفه ساعتها دي مشكله لان انا عندي ميه بس انا مش عارف استفيد بيها فساعتها تبتدي اعمل بقى محطات بقى اللي هي التحليه ومحطات تنظيف وحط كلور وتفتح العربيه فيها تبص تلاقي الميه نازله بيضه زي القشطه كده. لكن في حين مثلا لو انا اصلا ما عنديش ميه زي الكويت مثلا مفيش فيها نهر النيل مفيش فيها ابار بتعمل ايه؟ تحليه كلها ميه بحر ومحليه او بتجيب ازاز ميه بقى اللي هي الشركات الكبيره. ربنا ما خلقش حاجه من غير حل بس فانت لازم تدي لكل حاجه حقها لو في مشكله بلا حقها وقتها وفكر فيها كتير 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 لحد لما توصل للحل. عيد نقطه ان انت عشان تحل المشكله لازم تغير ده الاول ده بيتغير
وتغير فعلك. تمام؟ اول ما جيلك مشكله او انت في مشكله اصلا تفكر الاول، مثلا انت تخين تفكر ازاي تخس. اول حاجه بتغير مفاهيمك عن الاكل، بتغير مفاهيمك عن الرياضه، بتغير مفاهيمك عن حاجات كتير جدا. في دافع بالظبط. بعدين بتلاقي افكارك اتغيرت، عندك مشكله في الدراسه بتغير فكرك وبتحاول تفهم ان انت لازم تتعلم عشان انت تبقى ليك قيمه. هو قيمتك هنا، قيمتك هنا اهو. فبتبدا بقى كده تشوف انا ممكن اتعلم ازاي. مش شرط تتعلم من الحاجات اللي في الجامعه او في المدرسه، لا، انت بتتعلم عشان تتعلم، تفتح انت تتعلم حاجه، تقرا كتاب تتعلم حاجه. انا قصدي كده بالتعليم يعني. انت اي حل اي مشكله ايه هنا. انا زمان كنت بشوف ناس واشوفهم هما بيحلوا مشاكل، الله هي الناس دي بتحل مشاكل كده ازاي، هي دماغها كبيره وحلوا كده ازاي. في الاخر اكتشفت حاجه واحده بس، الفرق بيني وبينهم ايه بقى؟ هو ادى لنفسه 5 دقايق زياده عني تفكير، ان هو يقعد يفكر. ايوه بس ده حاجه. الحاجه الثانيه خبره، هو وقع في مشكله زي دي قبل كده. ايوه الخبره دي مهمه جدا. او قعد مع حد مثلا بيحكي له عن مشكله وقع فيها، فابتدى يبقى عنده ايه جوه دماغه، ايه فيدباكس عن المشاكل اللي بتحصل وطرق حلها. بس المفروض ان هو بقى يعني ما دام انا ربنا كرمني ووصلت ان انا احل مشكله وبتاع، لما الاقي حد وقع في مشكله زيها اساعده. لازم مش اساعده، ده انا لازم اساعده. لازم تساعده. ليه؟ لان هو ربنا سهل لي بحاجه. ايوه. فنوع ان انت شكرا على النعمه ان انت تساعد الناس. الموضوع يعني لازم يبقى تو ويز، هات وخد، مش خد 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 ما تديش. يعني بلاش امانيه. صح. والله بلاش. ثانك يو مستر مسماري. العفو. الكاميرا هتفصل. انا كان نفسي اسالك ازاي بتصور كل ده، يعني بشوف الكليه طول الوقت ماشي عمال تصور عمال تصور ما بتفصلش. هذا من فضل ربي. الحمد لله. شكرا. عفوا. عايز حاجه ثانيه؟ ايه؟ عايز حاجه ثانيه؟ استنى عايز. صح كده خيال. احنا وقفنا هنا مش ناكل حاجه من عند بيدو. جينا بدنا نسمع ليه عشان نتغدى ونتعشى في نفس الوقت ان شاء الله. انا عمر جربه الصراحه، بيقول ان هو كويس جدا. هنشوف. رجعت بيت متاخر النهارده. بكره في اوبننج حفله كبيره في الانسايدر في الجامعه يوم الجمعه، ان شاء الله اصور هناك. فان شاء الله بكره هيبقى احسن.